حقيقة اليوم أنا راح يعني أتحدث معاكم عن المرحلة الخطيرة اللي أنا مريت فيها. التقيت مع شخص، هذا الشخص شيوعي، يعني عاش شيوعي ومات شيوعي، وكان يعني أحب إنسان إليه جيفارا، هو مثله الأعلى. التقيت معاه، وبعدين وين ودانا؟ ودانا قهوة قديمة جدا صوب سوق الحمام، ويقعدنا على كراسي يعني ملخلخة وطاولات توصوص مكسرة. ليش الهدف؟ الهدف إذا مرت سيارة رزريز، ذاك الوقت كانت سيارة الرزريز ما يركبها إلا يعني التيار، يقول لي شوف يا أحمد، شفت السيارة اللي مرت؟ قلت له نعم. قال هذه باكر أنت تركبها، يلا قوم 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 ويانا نروح المكتبة نشتري لك كتب. فأروح أنا ويا المكتبة اشتروا لي كتب نظرية الماركسية وحاجة العالم إليها إلى آخره. الحقيقة هذه القصة كانت في الكويت يعني، وكان عمري ذاك الوقت 23 سنة، قلت أنا توني متزوج. وبعدين رحنا القهوة، والقهوة قديمة عند سوق الحمام أول، وهذا الشيوعي اللي ويانا يقعدنا على كراسي تعبانة، ولا مرت الرزريز يقول أنا يعني أنا أعطيكم علم، باكر أنت تركب الرزريز هذه. طبعاً إحنا نسمع منه هذا الكلام. بعدين ودونا المكتبة بشرق المكتبة، وقال يلا شيل وشيل بلاش، خذنا هذه الكتب وديتها البيت، بديت أحاول إني أقرأ ولا شكرا فيها، يعني تصطدم مع ديني، مع فطرتي، مع عاداتي، مع تقاليدي. شنو هذا؟ يقول لك شيوعية النساء، شيوعية المال، ما في ملكية، يا شو هالكلام الخرطي المصفف هذا؟ وأنا عاد توني متزوج، يقول لي شيوعية النساء. قام زين والله، وبديت أتسلل منه شوي شوي، خاصة أن لما أذن المغرب قام يتطنز على يعني الأذان مع الأسف، فأوجد عندي صدمة على طول، أنا انسحبت. هذا الرجل جعل الله من ذريته، أنا أذكرهم ذاك الوقت كانوا يهال صغار يدشون علينا الغرفة، واحد فيهم يعني هني بيته وحمامة مسجد يصلي بهالمسجد هذا اللي ورانا، عشان تعرف كيف أن الله سبحانه وتعالى يخلق من ذرية الإنسان ولو كان ملحد يطلع منه إنسان صالح. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول إني أرجو من الله أن يخلق من أصلابهم قوما يعبدونه، ونهى أن يطبق الأخشبين الجبلين على الطائف وعلى مكة. وهكذا الوسطية، وهكذا الاعتدال يجب علينا إحنا كدعاة نعيشها فيما بيننا يا أخوان. ترى التشدد والتطرف والتعصب خطير، وينفر الناس عن هذا الدين. لا تتكلم إلا وأنت تبتسم، ولا تصافح بإيدك إلا تخلي اللي قاضب أنت إيده هو اللي يسحب إيده. ويجب أن ترسل من قلبك ذبذبات كهربائية من الحب والعطف والحنان لمن تقابله. ولا شك أن هذه هي الأخلاق الجميلة اللي يجب أن نتحلى فيها إحنا كمسلمين. نعم، نطلع بالصورة المشرقة الجميلة للدين الطيب، ونظهر محاسن هذا الدين وجماله وكماله. وعندما نستشهد بالآيات ونستشهد بالأحاديث ننقيها نقوة، لا نحرق الناس بهالنار، لا نحرق هالناس بهالنار. يا أخي، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في منتهى الجمال ومنتهى الإشراق، وهناك آيات جميلة جدا جدا تصف الجنة. فلهذا فلنختار من الآيات ومن الأحاديث ما يرغب الناس
في هذا الدين. يعني هذا التطرف وهذا التعصب أنتج الإرهاب، وأصبح الناس عندما يسمعون كلمة الجهاد مثلاً يصنفونها الإرهاب، مع أن الجهاد غير الإرهاب، بالعكس. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سياحة أمتي الجهاد. شوف سياحة يسيح في البلدان ويظهر النموذج الراقي، نموذج الإسلامي الراقي، مو اللي يقضون من كشتة ويكره ويعلق راسه. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ولهذا الإسلام اليوم ما يتحمل مشاكل المسلمين. نعم، المسلمين اللي هناك مثلا في الغرب مع الأسف كثير منهم يشرب الخمر أكثر منهم، يأكل الربا أكثر منهم، وإرهابي أكثر منهم. لا لا، المسلم عرف تعريف من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني أنا بديت بالحديث عن رفيق السوء اللي بقى يجرني للشيوعية، لكن أيضا هناك كلمة حق الكويت تقول الصاحب ساحب. فأنت لازم تعرف صديق ولدك عشان لا يسحبه إلى الضلال والانحراف. أنت اختار له من العيلة، من الأرحام، من الفريج، الشاب الصالح، الشاب التقي. بل أنت روح له قول له يا معود ارتبط ويا ولدي، مر ويا ولدي، اخذه، لا رحت المسجد اخذه وياك. هذا ترى أنفع ما يكون. كذلك البنت، مو أي بنت تصادقها، لا، تصادق البنت الصالحة اللي تعين على دينها وأخلاقها وقيمها. والأم توصي بنيتها تقولها يا بنيتي ديري بالك، ترى مو كل البنات تمشين وياهم، امشي مع الصالحات. نعم، وهكذا يكون التوجيه، توجيه الآباء، توجيه الأمهات. وإحنا نذكر ونقول يعني ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، أن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذيل أيتام في وجود الأبوين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم نسألك خيرة الأصحاب لأولادنا بنين وبنات يا رب الأرض والسماوات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.